اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجكم الشهير اكله امي. اكله امي النهارده على شكل حفله. هنعمل حفله النهارده من الباسطه، يعني السفره بتاعتنا انواع من الباسطه. صوره حلوه على الشاشه تتحدث عن نفسها على شاشه القناه الاولى. تشكيله من المكرونه من اي سوبر ماركت موجود على المنطقه اللي احنا فيها، او المكرونه اللي موجوده عندك في ادراج المطبخ، ولكن الطعم فولاذ النهارده. هنعمل النهارده الكانولي بالسبانخ. كلنا عارفين عجينه الكانولي بتتعمل ازاي، خلونا نشوف نعمله ازاي بحشوات مختلفه منها السبانخ والجبنه. معانا النهارده الرافيولي باللحمه والطماطم. عجينه الرافيولي هنعملها مع بعض لطيفه وسهله، نفس مدرسه عجينه الباستا. هنشوف نعملها ازاي ونقدر نحشيها لحمه، نحشيها فراخ، نحشيها جمبري زي ما احنا حابين، وحسب الحشو بنضيف له الطماطم او الوايت صوص. معايا كمان من الباستا النهارده سلطه لطيفه جدا الاطفال بيحبوها، سلطه الباستا بالتونه والمايونيز. كلنا عارفينها طبعا، يعني اوميجا 3 يعني معادن يعني كالسيوم في نفس الطبق، ولكن المكرونه هنا بتتسلق طبعا تقريبا 3 ارباع سوا، وبعد كده بتتبرد تبريد جيد جدا وبتخش على التونه والمايونيز. وما ينفعش على فكره استخدم المكرونه وهي سخنه مع مايونيز، هي دي المدرسه. معايا كمان البنه النهارده اللي هي المكرونه القلم اللي بنستخدمها مع المكرونه بالبشاميل، هنعملها النهارده مع البيستو صوص. البيستو صوص مع المغازي له طعم تاني، هنشوف نعمله مع بعض ازاي ببساطه وسهوله. مع الريحان الاخضر اللطيف، مع الثوم، مع زيت الزيتون، تقدر تضيف التوابل اللي انت حباها معاه. اصبح هنا الفوتوتشيني بتاعنا الالفريدو بتاعنا المشهور في بعض المطاعم، بنروح ندفع في طبق قد كده في الفوتوتشيني الفريدو دي، معروفه طبعا بتاعت مستر الفريدو او الشيف الفريدو، ده طبعا ايطالي الجنسيه، كان الطبق ده اشتهر بيه المطبخ الطلياني، وبنعمله احنا هنا باطعمه مختلفه، نعمله بالفراخ، نعمله باللحمه، نعمله بالجمبري، نعمله بالسمك. انا هعملها النهارده بالفراخ المعتاد مع الوايت صوص، واشوف نعملها مع بعض ازاي. وحلقات النهارده مميزه جدا، وحفله باستا بطعم فولاذي مع المغازي. اوعى تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. معانا سبانخ، معانا سبانخ اهي، ومعانا جبنه موزاريلا، ومعانا عجينه الكانينولي. عجينة الكرنولي عملناها مع بعض كذا مرة، عبارة عن كوبايتين من الدقيق، بتحط عليهم 3 بيضات في قلب الخلاط مع كوباية حليب، نص كوباية مية، معلقة ملح صغيرة، ومعلقة سكر صغيرة، وبتضربهم في قلب الخلاط. تاخدها بعد كده تحطها في بولة ازاز، كسرولة ازاز، وتخليها على جنب لمدة 15 سنتي. بعد كده بتجيب الطاسات اللي عندك بتاعتك وبتاعت الجيران، وبتعملي لك 20 30 واحدة، 40 واحدة. تعمليه بقى زي ما انت حابة، تحشيه لحمة مفرومة، تحشيه سبانخ، تحشيه جبنة القريش بتاعتنا الحلوة دي، زي ما انت عايز. أنا هعمله النهاردة بالسبانخ. طبعا في الفاصل عشان يبقى فيه المصداقية، أنا عملت أربعة حشيهم من جوه سبانخ. تعالوا نعمل مع بعض ونحشي واحدة كده واحنا شغالين. أساتذة المصورين حبايبي فرسان التلفزيون المصري. بجيب السبانخ الحلوة دي كده أهو. هو ده الشغل الدلع بقى، أهو. سبانخ ورقية من خير أرضنا. بنحط عليها سبانخ مسلوقة. سلقتها اهي في شوية مية صغيرين وشوية ملح، عشان كده لونها أخضر. خضار على خضار، حلو الكلام؟ دي وحداية، أنا عاملهم كلهم بنفس الشكل. باخد شوية جبنة موزاريلا أهو. 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 باخد كمان شوية جبنة شيدر أهي. دي حشوة واحدة، الأربعة دول نفس الحشوة، باخد كده أهو أهو، أقفل أقفل، قول لي أقفل، أهو 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 أهو، على فين يا شيف؟ جنب إخواتها. خلصت الأكلة الحلوة دي كده أهو. ناخد عندنا صوص طماطم. اللهم صل على النبي، أهو. إيه الجمال والحلاوة دي يا شيف؟ النهاردة حفلة باستا.
ده صوص طماطم اللي هو الريد صوص. نعم يا غالي، أؤمر. آه حبيب قلبي، تعالوا نحط مع بعض شوية وايت صوص. شفت الشغل ده كده؟ درجة حرارة الفرن عندنا 180. ما تكتريش صلصة كتير. زي ما هما كده، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ هنحط شوية جبنة. قل لي ولا تخبيش يا زياد. هنا. تاخد لون وتاخد شكل. معانا السبانخ مستوية، عجينة الكانيلون مستوية، الوايت سوس واخد السوا بتاعه، الريد سوس واخد السوا بتاعه، بحطها في الفرن كده لمدة 10 دقايق. المكان ما فيهوش، مكان فاضي يا فاروق، اعمل فيه؟ اروح فين؟ احط على البوتاجاز اكل؟ ايه الجمال والحلاوه دي؟ ده الكانيلوني بتاعنا، محشي من جوه سبانخ، اللهم صل على النبي. حلو قوي. عايز حضراتكم تعرفوا حاجه مهمه جدا، لما تخش المطبخ تعملي انواع المكرونه هتقولي انا مش هقدر اعمل الوقت ده كله مع الشيف. لا، لازم يكون عندك حاجتين مهمين جدا، المزمبراس اساسي، ميه بتغلي على النار، والصوصات لازم يكون عندك صوص طماطم، والوايت صوص بتاعك اللطيف الحلو ده هيساعدك في انك تعملي افكار حلوه. شايفين الجو ده كده؟ نروق السفره بتاعتنا. ده جبنه برضو ممكن نحطها كده، اللي حابب يضيف جبنه على المكرونه حسب الرغبه، ونروق الدنيا بتاعتنا زي الفل. عملت ايه النهارده يا شيف في عجاله كده؟ اشتريت انواع من المكرونه، عملنا عجينة الكانينولي، عجينة الرافيولي عملناها مع بعض، مقاديرها بسيطة وسهلة، وطبق جديد تقدري تحشيه حشوات مختلفة. عملنا مكرونة مع البيستو صوص وشفنا اتعمل ازاي سريعا، اساسي طبعا ريحان وزيت زيتون مع لوز مطحون ناعم، وعملنا المستر الفريدو اللي هي الباستا الفوتوتشيني الجميلة، بالفراخ تعمليها، باللحمة تعمليها، بالجمبري تعمليها. عملنا باستا سلطة بالتونة لطيفة وحلوة مع المايونيز، وطبق الكانينولي ده جامد جدا لأن جواه معادن، جواه حديد، تقدري تحطي معاه جبنه، تحطي لحمه مفرومه حسب الرغبه. السفره برضو ايا كان فيها حفله باستا، حفله شاورما، لازم طبق السلطه الخضراء يكون موجود على السفره، يوميا ده معانا، باشكال مختلفه وبطعم مختلف. رؤيه فن ابداع بتشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى. منين يا مغازي؟ من ماس بيرو.